الحقيقة إن الناس صحت الصبح على فيديو اللي هو من السودان الشقيق لواحد من أتباع حميدتي قبض على شخص في العربية في عربية عسكرية، وبيقول إن الشخص ده ضابط مصري بيشتغل في المسيرات، الطيارات المسيرة يعني، وإنه كان جاي يعني ضد حميدتي، وإنه هم ألقوا القبض عليه، والراجل في الفيديو بيهدد السيسي وبيشتمه بالأم والأب والحاجات دي. أنا طبعا يعني ناس كتير بعتت لي الفيديو ده، وناس كتير بعتت لي تعليق ناس كتير عليه، لكن أنا الفيديو ممكن تشوفوه لكن أو هتشوفوه يعني أو شايفينه. أنا بس يعني ما عرفش طبعا، لأنه الراجل اللي قاعد في العربية ما اتكلمش، فهو لو اتكلم ممكن يقول لنا إنه مصري أو مش مصري، لأنه هو ممكن يكون شكله عراقي شكله حاجة تانية. ممكن تكون دي كلها تمثيلية، يعني الراجل السوداني عمل تمثيلية أو حد عمل تمثيلية ويوقع الناس فيها، لأنه ما عملش حاجتين. أول حاجة إنه ما خلاش الضابط اللي هو فوق العربية ده يتكلم، فإحنا ما نعرفش لهجته إيه، جايز مش عربي أصلا، جايز كردي، جايز أي حاجة في الدنيا، فمش بيدعي إنه يكون مصري. الحاجة التانية هو ادعى قال إنه ضابط في الجيش المصري، وقال ان هو كان جاي يشتغل في الطيارات المسيرة. بسيطة جدا، انتهت ولقيناها. كنت طلع الكارنيه بتاعه وخليه يورينا كارنيه وكده انه ضابط في الجيش. لكن انك تجيب واحد تقعده في عربية ورا وتقعد تقول لي ده ضابط مصري في الجيش المصري، وان احنا اثرناه ومش عارف هنعمل ايه، بصرف النظر يعني انا السيسي يعمل الحكاية دي رسمي، يعني ما عنديش مشكلة مع السيسي، لانه سبق قبل كده طلع جنودنا اليمن وخلاهم حاربوا عشان السعودية، ووداهم البوليزاريو ما بين المغرب والجزائر للمشكلة إياها دي، ووداهم ليبيا الجيش المصري، وودى سوريا، وإحنا فضيحنا، وودى السودان قبل كده. فإحنا فضيحنا مع السيسي كتير، فأنا ما بدافعش عن السيسي، أنا بدافع عن المنطق بس. إن الفيديو الضابط ده ما تكلمش، اللي أنت بتدعي إنه هو ضابط مصري ما تكلمش، ولو اتكلم كنا عرفنا لهجته، وكان قال انا فلان الفلاني من الوحده كذا او من الكتيبه كذا. الحاجه الثانيه انه انت ما طلعتش كارنيه اللي يثبت انه ضابط في الجيش المصري، يعني دي. وبالتالي انا بحذر الناس على الفيديو ده، يعني انه انت ما تصدقش قوي فكره انه هو ضابط مصري ما لم يظهر فيديو تاني بينطق فيه الضابط ده المصري او المدعي انه مصري ويقول انه كذا كذا. لكن على اي حال برضو كلمة أخيرة، لا إذا كان ضابط مصري، إذا كان ده ضابط مصري، فأنا عايز أعرف حاجة واحدة بس، مين اللي إذا كان ده ضابط مصري، بقول إذا كان بين قوسين أهو، إذا كان ده ضابط مصري مين اللي دفع؟ ما هو السيسي نتن مش بيودي جندي مصري غير لما يقبض. لا يعني بص، خدها مني ثقة، لأنه التسريب لعباس كامل وهو بيقول له كنا بعتنا الجنود في حرب الخليج وقبضنا عليهم كذا والحاجات دي، يعني ياخد تمنهم. وهو لما قبض من السعودية مليارات بعت جنودنا وزبطنا باب المندب واليمن، ولما قبض بعت في ليبيا، ولما قبض بعت في السودان. فإذا كان صحيح إن الضابط اللي مقبوض عليه ده مصري، فالسؤال بقى يا ترى يا هل ترى مين اللي دافع للسيسي عشان يبعت زباط هناك؟ وده معناه إن السيسي ما تابش من الحركة اللي حصلت لما تم أسر مجموعة من الزباط المصريين في السودان برضو واتبهدلنا، فواضح انه ما تابش. لو حصل ان الفيديو حقيقي، انا سؤالي بقى لو الفيديو حقيقي، مين الزبون اللي دافع للسيسي؟ والحد امتى السيسي مش هيبطل يرخص جيشنا كده؟ ده اذا كان حقيقي. انا حتى يعني اتثبت لي انه الفيديو حقيقي ابعلق عليه تاني، لكن الفيديو قدامك وانا حتى الان لا استطيع ان ادعي انه حقيقي. بس